بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم الأحد الموافق 1/8/2021 تم بحمد الله تحميل عدد 19 طن من لحوم الأضاحي لهذا العام، متوجهين إلى مديريات الأوقاف الآتية: البحيرة عدد 4 طن، القليوبية عدد 3 طن، البحر الأحمر عدد 2 طن، أسيوط عدد 4 طن، المنيا عدد 4 طن، الوادي الجديد عدد 2 طن، وكل عام أنتم بخير.